انا عايزك دلوقتي هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه. ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مره تقولي الناس مش هماك، ومره تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطه كده ليه؟ انا حامل. طب مبروك، متربى في عزك. انا مش بهزر. بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ. روح البيت بدل ما امي تدور عليكي وما تلاقيكيش. شوف انا بقول لي وهو بيقول لي، بقول لك انا حامل. طب وانا اعمل لك ايه؟ هو ايه اللي تعمل لي؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ واخد بالك ان اللي في بطني ده هيبقى ولدك. بقول لك ايه، انا مش فايق للهبل ده على الصبح. هبل ايه؟ انا بقول لك اللي حصل وانت لازم تقول لي هنعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت المجانين انت، انا مش ناقص، ابعد عني. مش ناقص. طب خلي بالك ان انا ولا يهمني، هقول حتى لو فيها موتي. انا ما خلفش واد ولد حرام. نزليه. ايه؟ هنزله؟ لا انسى. ان كنت فاكر انك تاكل الوكله وترمي اللي فايد منك في الترعه تبقى غلطان. انا لا اب ولا ام ولا أخ، يعني وحدانية. وإن كنت فاكر إني أخاف على شكلي وسمعتي في البلد، أقول لك طز، مش مهم. مهم عندي إنك تبقى مفضوح زيي. ولا أعرفك، وروح ارمي بلاكي على حد تاني. بقيك ديه؟ يا أهل البلد! يا أهل البلد! بنت المجانين، أنت مجنونة! مجنونة، وإنت لسه ما شفتش الجنان اللي على أصلي. تفضحي نفسك عادي كده؟ كده كده الفضايح جايه جايه، تبقى فضيحتي وفضيحتك. وهون عليكي. بقول لك ايه؟ شغل التعابين ده انا ما احبهوش. هي كلمه واحده. هتعمل ايه يا حسن؟ نفكره. لا يا حبيبي، الحاجات دي مش عايزه تفكير، وحلها واحد ما فيش غيره. اللي هو؟ نتجوزه. طبعا. ما انا كنت عامل حسابي على كده. خلاص. طالما انك كنت عامل حسابك على كده، يبقى نتجوزوا دلوقتي النهارده حالا. يا بنت الحاجات دي ما تجيش كده، الحاجات دي عايزه ترتيب. وانت لما كان بيجي لك مزاجك كنت بترتب ولا بتحضر؟ جرايه يا ابو المرجله. واه واه واه، فين مفيده الهاديه الجميله المطيعه؟ هاديه وجميله ومطيعه ده لما كنت بتخاف علي وحس منك انك قلقان مش عايز تسيبني. لكن دلوق اللي أنا شايفاه قدامي خسة وندالة بعيد عنك. لا أنا بس اتفاجأت يا مفيدة. ليه؟ وانت كنت فاكر اللي بنعمله ده آخرته إيه؟ آخرته اسكندرية إن شاء الله. دمك خفيف قوي. بقول لك النهاردة الليلة يا حسن، انت فاهم؟ ايه ده؟ عايزة يا بت؟ ما ردتش علي. الصبح الصبح دلوق. وبعدين معاكي؟ لا بقول لك ايه، وحياة النبي انزل اقول لابوك. انزلي. يعني مش همك. انزل استنيني انا جايلك على طول. ليه ان شاء الله؟ ما تقولي اللي انت عايزه هنا. يا بت انا كلمت محروس واتفقت معاه نروح سوا للمأذون عشان اكتب عليكي ويبقى هو شاهد. صح يا حسن؟ حياة النبي صح. طيب لما نشوف اخرتها معاك. صح يا حسن؟ انت جايبني هنا عشان نقرا الفاتحه؟ تجريها بس مش دلوك. مش هنقرا الفاتحه يا حسن؟ تعالي الاول. في انت جايبني هنا ليه؟ مش عايز اسمع حسك. مالك زي ما تكون عامل عمله. عايزة تفضحيني أنا بنت الكلب. ايه
مفيدة مفيدة. رد الله يخرب بيتك. مفيدة؟ مالك يا بت؟ الحقيني يا ست فريدة، الحقيني زي جهلك النبي، أنا بموت. يا نهار أبوكي أسود، يا بنت المفضوحة، إيه اللي عملتيه ده؟ الحقيني أنا بموت يا ست فريدة. أعمل فيك إيه دلوقتي؟ مش عايزة أسمع حسك، مش عايزاكي تتكلمي. حاضر. قومي. واد يا متولي، جيب التوك توك تعالى هنا عالبيت يا واد. ايه يا عم، ايه يا عم، انا قلت انت رايح في سابع نومه. مالك يا صاحبي، مالك؟ في مصيبه. مصيبه؟ خير كفى الله الشر. البت مفيده. ايه؟ ضربتها وبتهددك ولا ايه؟ لا لا، امال مالك قلقان منها كده ليه؟ دي بت ولا تسوى. يا عم كبر دماغك، اعمل انك ما تعرفهاش، اعمل انك ما تعرفهاش. ماتت. ماتت؟ يلا، خدت الشر وراحت. انا بتكلم جد. جد؟ مين دي اللي ماتت؟ انا قتلتها. قتلتها؟ يا دي المصيبة، قتلتها ليه؟ اللي حصل، ما كنتش اقصد، انا كنت عايز اسقطها بس. وجدتها فين؟ جنب المجام. جنب المجام؟ يعني قتلت القتيل ورميته في الشارع عشان اللي رايح واللي جاي يشوف المصيبة اللي انت عملتها؟ قوم وريني وديتها فين؟ قوم تعالى تعالى، ما تخافش، الناس علينا. هي فين؟ كانت هنا. طرحتها ايه؟ انت متأكد انها ماتت؟ اه. طب تعالى معايا، تعالى معايا. على فين؟ تعالى، مش لازم حد يشوفك هنا خالص، وبكره الصبح هنعرف ايه اللي حصل. لا انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف جدتها راحت فين. راحت في 60 داهية، هي واللي جابوها، هي واللي جابوها. مش لازم حد يشوفك هنا، ما نتصلح بيها، هتودي نفسك في داهية. طب هنروح فين؟ ايه، هنروح. لا لا، مش عايز اروح، انا مش على بعضي ومش مطمن. تعالى بات عندي، تعالى بات عندي. لا انا عايز اقعد لحالي، هقعد لحالي. تقعد لحالك؟ تقعد لحالك فين يا ابن المجنونة؟ طيب يا حسن!